أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: ما حكم الترضي عن بعض السلف واتخاذ ذلك شعارا؟ تخصيص بعضهم لا يجوز، أما رضي الله عنهم، رضي الله عن علماء الإسلام على وجه العموم لا بأس، أما تخصيص بعضهم والمداومة على ذلك لا يجوز، لأن هذا صار شعار. لكن لو قلت بعض المرات رضي الله عن بعض العلماء، رضي الله عن الإمام أحمد، رضي الله عن الشافعي، عن أبي حنيفة، عن مالك، عن شيخ الإسلام بن تيمية، رضي الله عن فلان وفلان من الأئمة بدون مداومة فلا بأس بذلك. نعم. إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت، أعزها الله بالتوحيد والسنة.